بكم مشاهدينا الكرام، سننتقل وإياكم مباشرة إلى فلسطين المحتلة، حيث هناك تطورات جديدة على الأرض، وسينضم إلينا من هناك مراسلة الميادين هناء محميد. هناء، أنت أمام مخيم الشعفات، ماذا يجري الآن؟ ما الجديد؟ نعم سلمى، بداية نحن في بلدة شعفات أو حي شعفات شمالي القدس وليس في داخل مخيم شعفات. الآن تجري مواجهات حامية الوطيس بين الشبان الفلسطينيين وبين جنود الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الاحتلال الإسرائيلي. هذه المواجهات كانت قد اندلعت منذ صباح هذا اليوم، منذ الصباح الباكر لهذا اليوم، على إثر يعني الأنباء التي تتحدث عن اختطاف وقتل شاب فلسطيني هنا من بلد من منطقة شعفات، هو الشاب محمد حسين أبو خضير. نحن على كل حال سلمى، يعني ربما يمكنكم مشاهدة الشبان الفلسطينيين يرمون الحجارة باتجاه جنود الاحتلال، أيضا نستطيع سماع دوي بعض يعني صوت القنابل، قنابل الصوت والغاز التي تطلقها قوات الاحتلال. سلبا يعني نحن أساسا موجودون في حي هذا الشاب هنا، ربما تستطيعون عبر الكاميرا رؤية الجامع الذي كان قد حاول التوجه إليه الشاب محمد حسين صباح هذا اليوم من أجل إداء صلاة الفجر في المسجد، وهو يعني مسجد ملاصق تقريبا لبيته، لأن بيت الشاب محمد حسين أبو خضير موجود خلف الجامع، يعني هي مسافة قليلة جدا حاول الشاب الوصول إليها، ولكن المستوطنين الإسرائيليين قاموا باختطافه ويعني وضعه في السيارة عنوة، على الأقل بحسب شهود عيان حتى هذه اللحظة. هذه هي المعلومات المتوفرة لدينا. ومن ثم عثرت الشرطة الإسرائيلية على جثة نكل بها في أحراش القدس، وأيضا يعني كما يبدو قام الخاطفون بحرقها. حتى هذه اللحظة ليس هناك معلومات مؤكدة تماما بأن هذه الجثة تعود لهذا الشاب المختطف، ولكن يعني معظم الدلائل تؤشر على أن هذه الجثة بالفعل تعود لهذا الشاب. يعني إذا هي حالة توتر كبيرة جدا تسود المنطقة هنا، أيضا في شعفات وفي منطقة بيت حنينة وهي المنطقة المتاخمة من جهة الشمال لمنطقة شعفات، وكذلك في كل أنحاء القدس المحتلة. الشرطة الإسرائيلية كانت منذ صباح هذا اليوم أيضا قد أغلقت البوابات المؤدية للمسجد الأقصى، وأغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين الفلسطينيين، وألغت أيضا ما يسمى بأوقات الزيارة لليهود وللأجانب أيضا إلى داخل المسجد الأقصى، تحسبا من اندلاع مواجهات أيضا وتوترات في تلك المنطقة. يعني علمنا يعني بحسب المعلومات أيضا التي تردنا، هناك أكثر من 60 إصابة حتى الآن. الإصابات تقوم طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بنقلها إلى مستشفى المقاصد المقدسي. معظم هذه الإصابات هي إصابات بشظايا قنابل الصوت، وأيضا هناك بعض الإصابات بالرصاص المطاط. أيضا هناك انتشار هناك أيضا انتشار للحناثة سلمى، يعني ربما يمكنكم مشاهدة الشبان هنا، نقربنا الصورة أكثر. بكل أحوال سلمى، يعني مدينة القدس تشهد منذ يومين تقريبا يعني حالة توتر كبيرة جدا، هناك اعتداءات مختلفة. نعم، إذن هنا نحن نشاهد بهذه الصور الحصرية لقناة الميادين، والخاصة هؤلاء الشبان الذين في مواجهة الآن مع المستوطنين، وذلك على أثر قيام القوات الاحتلال الإسرائيلية باختطاف. نستمع الآن. نعم سلمى، هي المواجهة الآن تدور بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. نحن لا نستطيع رؤيتهم يعني من الجانب الآخر من الشارع. طبعا المنطقة هنا مغلقة بالكامل، أيضا ربما نستطيع يعني أن ندور بالكاميرا إلى الاتجاه الآخر لتتمكنوا. الآن نرى مكثف لقنابل الصوت،
هذه القنابل مزودة بشظايا، عند انفجارها هذه الشظايا يمكن أن يصابت المتظاهرين أو شبان. قنابل الصوت. سلمان، كنت قد ذكرت ايضا بان هناك انتشار مكثف للقناصة على اسطح القريبة من هذه المنطقة. ايضا هناك يعني العشرات ربما المئات من الجيران والمواطنين المقدسيين الذين توافدوا الى بيت الشاب. أنت ما زلت على الهواء، نحن نشاهد وإياك والمشاهدين الكرام هذه الصور الحصرية والمباشرة مباشرة من حي الشعفاط، حيث تدور المواجهة بين الشبان الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي الآن. نعم سلمى، كنت فقط أقول ربما سمعتني بأن العديد من العمال ومن الموظفين ومن الطلاب الفلسطينيين هنا في مدينة القدس يعني قرروا عدم الخروج من منازلهم لخطورة الوضع. نعم، لأن هناك تهديدات بالفعل كبيرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين ومن قبل المتدينين المتطرفين الإسرائيليين. بالأمس فقط كان هناك مظاهرة لفئات المتدينين هنا. نحن لا نسمع بوضوح ماذا تقولين. نعلم انك انت في ميدان المعركة، ولكن كي الفت انتباهك زميلتي العزيزة، نحن لا نسمع ماذا تقولين بوضوح. إذن هذه الصور الحصرية لقناة الميادين مباشرة من حي الشعفاط. مراسلتنا هناء محاميد موجودة في المكان وتتابع عن كثب ما يجري على الأرض، مواجهات بين شبان فلسطينيين وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الوضع ازداد تصعيدا وازداد سخونة بعد سقوط عدد من الجرحى الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في هذه البلدة، بلدة شعفاط الواقعة في القدس المحتلة، وذلك غدا استشهاد الفلسطيني محمد حسين أبو خضير البالغ 17 عاما على أيدي مستوطنين بعد خطفه بعد أن كان متوجها إلى صلاة الفجر. كما ذكرت أيضا الزميلة هنا، قوات الاحتلال كانت قد أغلقت الطرق المؤدية إلى شعفاط وأرسلت قوات كبيرة إلى بيت حنينة في البلدة.
وذكرت أنه الشرطة لا تزال تحقق في الاعتداء، وقد عثر صباحا على جثة الشهيد محمد حسين أبو خضير في إحدى غابات تلك المنطقة وعليها علامات تعذيب. هنا واحد جبت ميكرو ثاني، جبت ميكرو ثاني، هذا الميكرو هنا هذا الميكرو الثاني احسن. نعم، اذا كانت مشاهدينا ايضا الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين دعت الى تشكيل لجان شعبيه للتصدي الى المستوطنين والى جرائمهم، لا سيما بعد عمليه الخطف للشهيد محمد حسين ابو خضير وتعذيبه. وفي المقابل أيضا السلطة الفلسطينية نددت بهذا الاعتداء الإسرائيلي وطالبت إسرائيل بالكشف عن جنات ومحاسبتهم. الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة كان قد حذر من سياسة التصعيد الإسرائيلية الراهنة التي اعتبرها أنها تغذي الانتقام وتزيد من المخاطر على الأوضاع الراهنة. ونعلم ما هي الأوضاع تحديدا سواء في غزة والعدوان الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية أو حتى ما يجري الآن في الضفة، وكانت منطقة الخليل قد تعرضت لحصار منذ أيام ولحملة من المداهمات والاعتقالات. ينضم إلينا الآن أقول في إسعاف كذا. بعد قليل إذن سنكون مع مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام لنعرف أكثر ماذا يجري في فلسطين المحتلة الآن، ماذا يجري في الشعفات تحديدا، ماذا في الكواليس الدولية، في الكواليس الدبلوماسية عفوا. هنا أنت الآن على الهواء، يبدو أنه ما زال الوضع على حاله ونشاهد الدخان الأسود أيضا. نعم، هذا الدخان سلمى إن كنت تسمعينني. نعم تفضل. هو ناتج بالأساس عن يعني ربما حرق مواد يقوم بحرقها الشبان الفلسطينيون. أيضا قبل قليل قاموا بتكسير محطات القطار الخفيف. نحن أساسا نقف الآن في هذه اللحظة على سكة الحديد التابعة للقطار الخفيف الموجود في مدينة القدس، والذي كانت قد يعني أمرت الشرطة الإسرائيلية بإيقافه في هذه المنطقة نتيجة الأحداث والتوتر الموجود هنا. الشبان الفلسطينيون الغاضبون إثر عملية اختطاف الشاب محمد أبو خضير والذي يرجح استشهاده قاموا أيضا بتكسير محطات القطار الخفيف. ربما نشاهد، تستطيعون المشاهدة في الصورة، يعني من خلف هذا الدخان هناك عدد من عناصر الاحتلال الإسرائيلي يقفون في تلك المنطقة. واضح أنهم قاموا بدفع الشبان المتظاهرين إلى الخلف، إلى الأزقة والأحياء الخلفية من هذه المنطقة، لأن الشبان كانوا يتجمهرون هنا مقابل المسجد، مسجد هذه المنطقة، المسجد الكبير يسمى في هذه المنطقة. لكن قوات الاحتلال تقدمت وقامت بدفع الشبان إلى الأحياء الخلفية سلمى، من خلال إطلاق الأعيرة المطاطية وأيضا قنابل الصوت في هذه الأثناء. هناك عشرات المصابين الذين تم نقلهم خلال ساعات اليوم منذ اندلاع هذه المواجهات منذ ساعات الصباح إلى مستشفى المقاصد المقدسي عبر سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. أيضا الآن يتواجد العشرات وربما المئات، يعني العدد يزداد كلما يمر أكثر من الوقت في داخل منزل الشاب المختطف محمد أبو خضير، والذي رجح خبر استشهاده اليوم فجر هذا اليوم، حيث عثرت الشرطة الإسرائيلية كما ذكرنا على جثة في منطقة حرجية في القدس قد نكل بها. الشرطة الإسرائيلية كانت قد أعلنت يعني، وأيضا تقارير
صحفية إسرائيلية كانت قد تناقلت رواية بأن الجثة التي تم العثور عليها قد تكون يعني قتلت على خلفية جنائية. هذا الأمر ينفيه الفلسطينيون هنا وخاصة عائلة الشاب محمد أبو خضير بشكل مطلق وبشكل كامل، يقولون بأن ليست لديهم أي يعني علاقات متوترة مع أي من العائلات العربية المقدسية الفلسطينية هنا، وبالتالي هم يرجحون بأنه بالفعل قد اختطف وبالفعل قد قتل على يد المستوطنين الإسرائيليين من هنا من حيه في منطقة شعفاط شمالي القدس المحتلة سلمى. إذن هي حالة توتر كبيرة جدا جدا تسود هذه المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى بانتظار ما قد يعني يحدث من تطورات أكثر على هذا الصعيد. نعم هناء، هناء من فضلك ابقي معنا، سننتقل إلى الزميل ناصر اللحى مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة. ناصر، نحن نشاهد ما يجري الآن وأنت طبعا موجود على الأرض، هل يعني بدأت انتفاضة جديدة؟ هذا أهم سؤال وأخطر سؤال، هل تكون هذه الشرارة التي تشعل الحقل كله؟ نعم، احتمال الغضب العارم وسط أبناء الشعب الفلسطيني، الظلم الكبير الذي يشعرون به يترك المناخ كبير. من يعرف شعفاط التي نشاهدها على الشاشة، شعفاط من أهم وأقدم الأحياء الفلسطينية في القدس، حاصرتها إسرائيل كاملة بمدن استيطانية من حزمة مرورا بسجاد زئيف وصولا إلى محاصرتها وخنقها، والآن يأتي المستوطنون ويختطفون أحد الأولاد ويقتلونه ويحرقونه. هذا غضب شديد جدا. وللعلم هناك قصر للملك الحسين المرحوم في شعفاط موجود. شعفاط سكان عانوا كثيرا، عاشوا في السجون ردحا طويلا من الزمن، هم من قيادات الحركة الوطنية في القدس وفي فلسطين كلها من مختلف الفصائل الفلسطينية، يمتازون بالثقافة الوطنية العالية وبالتجربة النضالية المريرة. اليوم نحن نتعامل مع منطقة فيها نخبة النخبة وصفوة الصفوة من أبناء الشعب الفلسطيني وهم يشعرون بالظلم. تفاعلت الأراضي الفلسطينية كلها معها، هناك 9 إصابات في إذنة في الخليل حيث هدم الاحتلال منزل الأسير المحرر زياد عوض بتهمة قتل ضابط إسرائيلي قبل شهرين. القيادات السياسية الإسرائيلية تستخدم حيل ممجوجة مر عليها الشعب الفلسطيني كثيرا، من أمثلتها سلمى. الآن تنشر إسرائيل التسجيل الكامل للمخطوفين المستوطنين، وحيث الخاطفين يغنوا باللغة العربية 3-3 يا حبيبي، في إشارة إلى أنهم يدعمون ويقفون ويصطفون مع المستوطنين وكأنما يبررون ما فعله المستوطنون. لم تحرك الشرطة الإسرائيلية ساكن حين كان هناك محاولة لاختطاف طفل من بيت حنينة القريبة الملاصقة لشعفاط 8 سنوات، وخنقوا وجرحوا رقبته وحاولوا قتله يوم أمس. الشرطة الإسرائيلية صادرت جميع كاميرات المراقبة العربية الموجودة في تلك المنطقة تغطي على جرائم الاحتلال، وأيضا الأهم من ذلك التصريحات الإسرائيلية من الوزراء تختافية بالشعب الفلسطيني وبالعالم كله. حتى تسيفليفني نفسها مدير طاقم المفاوضات شاركت وأدلك بدلوها في عملية التحريض من خلال تسميم الأجواء، وسبق على شاشة الميادين قلنا هذا التحريض المستمر منذ 20 يوما مع عمليات نشر محكومة ومتحكم بها للمعلومات فيما يتعلق بالمستوطنين 3، وأن الشرطة الإسرائيلية والمخابرات الإسرائيلية كانت تعرف قبل 20 يوم أنهم مقتولين وأصوات الرصاص، لكن مع ذلك يتم التحكم بالمعلومة ويتم التحكم أيضا بنشر القوات. الآن شعفاط شرارة، شرارة غضب حقيقية، ظلم ليس فقط على اختطاف وقتل وحرق الطفل محمد حسين أبو خضير، وإنما على تعامل المؤسسة الإسرائيلية، على تعامل المؤسسة البرلمانية، وعلى تعامل إسرائيل بشكل عام مع الفلسطينيين. نعم سلمى. ناصر من فضلك ابقى معي، سأنتقل إلى الزميلة هناء وأعود إليك. هناء، ماذا يجري الآن؟ نشاهد هناك تجمع للفلسطينيين، ماذا يجري الآن؟ يعني المواجهات لا تزال مستمرة سلمى. هذا التجمع هو للمصلين الذين خرجوا للتو كما يبدو من داخل الجامع، جامع هذه الحارة أو هذه المنطقة. هم بالتالي طبعا يتابعون يعني تطور الأمور. هؤلاء
هؤلاء قد يكونوا من نراهم هنا في الصورة الخارجين للتو من الجامع هم أهالي يعني بعض الشبان، قد يكونون الشبان الذين يتظاهرون في هذه المنطقة منذ ساعات الصباح. في داخل هذا الجامع كان يتجمهر يعني العشرات من المواطنين الفلسطينيين، أيضا في الشارع الخلفي لهذا الجامع كان يتجمهر أيضا العشرات من المواطنين الفلسطينيين. الكل هنا أولا يخاف على مصير، بالفعل مصير الفتى الصغير ابن 16 عاما محمد حسين أبو خضير، وأيضا يخافون على يعني ما قد تؤول إليه الأمور في هذه المنطقة، يعني المواجهات بين الشبان وبين قوات الاحتلال، وأيضا يعني حالة العنف الكبيرة والوحشية التي يستعملها أو تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أيضا تخيف يعني وترعب المواطنين هنا على مصيرهم. ولكن يعني واضح أن المواجهة هو عنوان هذه المرحلة اليوم على الأقل. الشبان الفلسطينيون غاضبون جدا على بالأساس على حادث اختطاف الشاب أو الفتى محمد أبو خضير، وأيضا على يعني مختلف الحالات المتفرقة من حالات الاعتداءات على المواطنين المقدسيين، المظاهرة المتطرفة التي جابت شوارع المدينة أمس وطالبت بموت العرب، وأيضا مختلف السياسات الإسرائيلية العنصرية الاحتلالية التي يتعرض لها المقدسيون على مدار الأعوام يعني، وليس فقط على مدار الأسبوعين الأخيرين منذ اختطاف أو نبأ اختطاف الشبان أو المستوطنين الثلاثة ومن ثم العثور على جثثهم. نعم، الآن الاشتباكات ما زالت مستمرة هنا. نعم بالفعل الاشتباكات ما تزال مستمرة. طبعا حدة الاشتباكات تختلف بين الحين والآخر، يعني هي حالة كر وفر إن صح التعبير سلمى. الجنود الإسرائيليون يتقدمون إلى هذه المنطقة محاولين دفع الشبان المتظاهرين إلى الأحياء الخلفية وإلى الأزقة الخلفية، ولكن يعني سرعان ما يعود الشبان إلى مواقعهم من جديد، تحديدا هنا عند هذا المفرق الموازي أو المتاخم للمسجد، وهو المسجد المقابل لبيت الفتى محمد أبو خضير، وهو المسجد الذي حاول الوصول إليه صباحا من أجل أداء صلاة الفجر، يبعد فقط عدة أمتار قليلة لا أكثر. نعم. عن منزل هذا الفتى الفلسطيني الذي راح ضحية عملية اختطاف من قبل المستوطنين الإسرائيليين. لا. أعود إليك ناصر اللحام، ابقي معي هناء من فضلك. ناصر، عملية الاختطاف هذه كيف تعاطت معها الصحافة الإسرائيلية هذا أولا، وهل هي يعني تصب في الرصيد الإسرائيلي، يعني هل هي تعوض عن ما عن اختطاف المستوطنين الثلاثة بعيون إسرائيلية إن صح التعبير؟ اولا كنا اسرائيل تتعامل بالتزاجة مع الشعب الفلسطيني، تزاجة مبالغ فيها. الشرطة الإسرائيلية وزعت علينا منذ الصباح بيانات تقول انه لا نزال نبحث في الامر، ولا يوجد اثبات بانه الطفل الذي وجد محترقا في احراش دير ياسين هو نفسه الذي اختفى في، وهذا زاد من غضب الفلسطينيين. ثم بعد حوالي 6 ساعات أهرونوفيتش وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي قال يبدو أن هناك صلة، هذا محاولة استخفاف بالشبان في شعفاط. وأنا لهذا أنا قلت هم من صفوة الصفوة، نخبة النخبة من قيادات الحركة الوطنية، ولا تنطلي عليهم مثل هذه التصريحات الساذجة للشرطة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي. الإعلام الإسرائيلي منذ الصباح فتح مارسية بكائية لطائمية للمستوطنين الثلاث، ترك الشاشة كعادته منذ 3 أسابيع لغلاف المستوطنين ليتحدثوا عن الانتقام. لم يسمع المجتمع الإسرائيلي ولا الإعلام الإسرائيلي تحذيرات أعضاء الكنيسة العرب الذين حذروا من هذا الموضوع. بعقل الاحتلال الصغير يعتقد أن ميكانيكية العلاقة بين قتل مستوطن وقتل طفل عربي فيعني على طريقة واحدة بواحدة، وهم لا يدركون أن هذا اللعب بالنار حقيقي. بودي الإشارة إلى مسألة أهم، وهي مسألة الغضب المحتقن. أخطر ما ورد اليوم، أخطر ما ورد هو دعوة الجبهة الشعبية لتشكيل لجان شعبية. هذا كلام كبير في إطار استراتيجي، بمعنى
أنه نظريا من يحكم الأراضي الفلسطينية والمدن الفلسطينية والتجمعات الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن الفلسطينية أو حماس وأجهزة حماس. إن الدعوة لإقامة لجان شعبية هو إيحاء، هو شفرة السر عند الشعب الفلسطيني للعودة إلى القيادة الموحدة التي قادت الشعب الفلسطيني في انتفاضة الحجارة 7 سنوات وفي انتفاضة الأقصى 7 سنوات. حين تنهار السلطة تشكل لجان شعبية وقيادات شعبية في كل حارة ومدينة وقيادات موحدة تصبح تدير العمل. تشكيل هذه اللجان يعني تنافسية أوتوماتيكية للسلطات الموجودة حاليا، إذ ليس عيبا أن نقول على الهواء إنه أجهزة الأمن غير قادرة على حماية الناس، لأنه سواء في القدس المحتلة كعاصمة أو في مناطق سي أو من خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في حال فعلا تعاطت الجماهير والقيادات الشعبية وخصوصا اللجان الشعبية في المخيمات التي تشكل 82% من عدد سكان القدس الغربية، إذا تعاطت مع تشكيل اللجان الشعبية هذا يعني أننا دخلنا مرحلة أخرى جديدة فعلا. نعم ناصر، سأعود إليك. معنا الآن مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد رويدي. أهلا بك سيد أحمد. يعني هذا المشهد الآن الذي نشاهده في حي الشعفاط، ماذا تفعلون أنتم على المستوى السياسي؟ هل من تحركات؟ هل من اتصالات ما؟ يعني دعيني أولا أقول إسرائيل هي وحدة لتتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل الفتى وعن استشهاد 15 شاب منذ مطلع حزيران الماضي في القدس والضفة الغربية. في القدس بشكل خاص هناك نحن الآن نطالب بحماية عاجلة لأهلنا في القدس، وأنا شخصيا بتواصل مع مكتب الأمم المتحدة في القدس، مع الصليب الأحمر، مع المؤسسات الدولية الفاعلة بالقدس، المؤسسات الحقوقية اللي إحنا أيضا إذا بقيت صامتة نعتبرها شركاء في هذه الجريمة. المسألة مش مسألة مستوطنين إنهم قاموا بقتل فتى واختطافه، لا، المسألة قرار سياسي لإسرائيل على أعلى مستوى بتحريض ضد الشعب الفلسطيني وضد أهل القدس بشكل خاص، والأشكال اللي عم نشاهدها الآن في المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات اللي بتتم على المواطنين خلال الأسبوع الماضي وإطلاق العنان لهؤلاء المستوطنين لارتكاب هذه الجرائم بيؤكد أنه نتنياهو لديه قرار بإخلاء القدس من سكانها، والأهداف أهداف سياسية. قبل يومين كان في عملية اختطاف، محاولة اختطاف لطفل في منطقة بيت حينا بنفس الشارع، وتم تقديم كل الوثائق والتسجيلات و الصور اللي تم أخذها للسيارة اللي حاولت اختطاف الطفل، والشرطة الإسرائيلية لم تتحرك ساكنا ولم تعلن عن أي موقف، وبالعكس قد مهدت لهؤلاء أن يقوموا بعملية الخطف الجديدة، وبالتالي إسرائيل وحدها التي تتحمل مسؤولية كاملة. وهناك متابعات حثيثة لكل هذه القضية بكل أبعادها المختلفة. متابعات كيف؟ على أي صعيد؟ يا ستي هناك عدة متابعات، هناك القيادة الفلسطينية الآن مجتمعة لاتخاذ خطوات عملية باتجاهات مختلفة، وحتى اللحظة كان هناك بيان صدر عن الرئاسة الفلسطينية على لسان ناطق باسمها نبيل أبو رديني، حدد موقف واضح بتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة، والمتوقع أن يكون حتى مساء اليوم موقف آخر صادر عن القيادة الفلسطينية على ضوء الاجتماع المتواصل حتى اللحظة. نعم أستاذ أحمد الرويدي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعود إليك هناء. كما ذكرت واضح من خلال الصور التي نشاهدها الآن أنه هذه المواجهات بين كر وفر بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. تفضلي هناء، أنت على الهواء. نعم تفضلي. نعم أنت على الهواء تفضلي. نعم سلمى، يعني المواجهات لا تزال مستمرة هنا، هناك الكثير من الطواقم الصحفية ربما كما تستطيعون المشاهدة، طواقم صحفية أجنبية وعربية وحتى نعم أعتذر منك هناء، الصوت غير واضح، سأعود إلى زميلي ناصر اللحام.
القيادة الفلسطينية مجتمعة كما ذكر السيد الرويدي الآن، وكان هناك موقف للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وكنت تتحدث عن نقطة مهمة، عن دعوة الجبهة الشعبية إلى تشكيل لجان. طب هذه الدعوة هل لاقت أي صدى لها حتى الآن على الأرض؟ من المبكر الإجابة سؤال إذا هناك تفاعل أم لا. قد تحتاج الأمور في حالة تعاطي إلى أيام وربما أسابيع طويلة. للعلم لم يكن يعرف أحد في فلسطين المحتلة بأن هناك انتفاضة حجارة سوى بعد شهرين أو ثلاث. ظلت المحلات التجارية تفتح والمدارس تفتح إلى أن أدركوا أن هناك انتفاضة في 87، وكذلك في العام 2000 ظلت الأمور 4 أشهر قبل أن ندرك أن هناك تغير فعلا في المرحلة. الآن الرد على استراتيجية هذا الموضوع، هناك فصيلان فلسطينيان وأخرى فصائل أخرى لكن بارزان، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي لم تدخل السلطة، بمعنى آخر لهما حضور قوي في الشارع لكن لم تدخل السلطة، لذلك ظلا هم الفعل الأساسي لهما وسط الجماهير. ومن هنا يكمن السؤال، هل فعلا هناك قوة قادرة على حماية الشعب الفلسطيني في شرفات، مثلا شرفات القدس المحتلة العاصمة ممنوع الأمن الفلسطيني يصلها، ممنوع أن يقع بقدميه هناك، ممنوع دخول السلاح ولا حتى باللباس المدني سلمى، وكذلك مناطق عديدة 62% من الضفة الغربية ممنوع على الأمن الفلسطيني ولا حتى شرطي من دون سلاح أن يدخلها. من يحمي الشرفات؟ هل قوة دولية؟ هل هناك خطة سياسية لذلك؟ أم أن الحماية الشعبية ولجان الحماية الشعبية التي ستتولى الأمر؟ كنت تحدثت مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناطق بلسان الرئاسة الدكتور نبيل أبو ردينة قبل قليل، أكد بأن القيادة الفلسطينية في حالة اجتماع وأن ما يحدث خطير وأن القيادة الفلسطينية والرئاسة تحمل إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد، وأنه درس عدة خيارات لحماية الشعب الفلسطيني، منها على سبيل المثال وهو الأبرز أمام الصحفيين التوجه إلى جميع منظمات الأمم المتحدة، وهو الذي ضغطت أمريكا أن لا تذهب فلسطين إليه، على رأسه منظمة الجرائم ضد الحرب. في حال كسرت القيادة الفلسطينية هذا التردد وكسرت هذا الحاجز وتوجهت، نعم ناصر، نحن أمام أيضا مشهد دبلوماسي جديد. نعم ناصر ابقى معي، هناء أنت الآن على الهواء. هل يمكن القول أن هذه المواجهات الدائرة الآن هي محدودة، أم أن أعداد الشبان الفلسطينيين إلى تزايد؟ يعني نستطيع أن نقول أنها محدودة حاليا بالأعداد التي تزايدت على مدار الساعات السابقة سلمى، يعني هناك مئات من الشبان الفلسطينيين، طبعا لا نستطيع رؤيتهم من هنا من النقطة التي نتواجد بها لأنهم قد انتشروا في مختلف الأزقة وفي مختلف الأحياء الخلفية لهذه المنطقة بعد أن قامت قوات الاحتلال بملاحقتهم ومحاولة تفريقهم، ولكن هؤلاء الشبان المئات منهم كما شاهدناهم قبل قليل منتشرون في مختلف الأنحاء من هذه المنطقة. ربما قد تتزايد هذه الأعداد يعني تباعا، لا ننسى أننا الآن في ساعات الظهر الخبر على الأقل المؤكد 100% حول استشهاد الشاب لم يصدر بعد عن أي جهة رسمية، رغم أن كل المؤشرات تدل بأن الجثة التي تم العثور عليها اليوم هي يعني تعود لهذا الشاب الذي أو الفتى الذي تم اختطافه من منطقة شعفاط. على كل الأحوال أيضا يعني عندما نتحدث عن المئات من الشبان الفلسطينيين الذين يقومون بإلقاء الحجارة ويعني ينصبون أنفسهم درعا بشريا أمام يعني قوات الاحتلال المنتشرة أيضا بكثافة في محيط منطقة شعفاط هنا شمالي القدس المحتلة، نحن لا نتحدث عن أعداد قليلة، يعني مقابل هؤلاء الشبان أيضا هناك العشرات والمئات من الأهالي الذين يتوافدون تباعا أيضا إلى منزل الفتى محمد أبو خضير القريب جدا من هذه النقطة حيث نتواجد الآن. طبعا كل المحال التجارية في المنطقة مقفلة، المنطقة بالكامل محاصرة من قبل قوات الاحتلال، يمنع الدخول بالأساس إليها، وهذا أيضا
قد يكون سببا مباشرا بعدم تزايد أعداد الشبان الفلسطينيين الذين يأتون إلى هذه المنطقة. هنا لنتذكر سويا معلومات عن حي الشعفاط، هذا الحي أين يقع؟ وذكرنا أنه كل المداخل المؤدية له أيضا قامت قوات الاحتلال بإغلاقها. من فضلك لنتحدث أكثر عن حي الشعفاط. حي الشعفاط هو حي قديم موجود في مدينة القدس، يقع شمالي المدينة، يعتبر أحد أحياء المدينة، وهو يقع ما بين منطقة ما يعرف بالتلة الفرنسية أو بأرض السمار، وما بين يعني من جهة الجنوب، وبين منطقة أيضا بيت حنينة شمالي القدس المحتلة. هو أحد أحياء القدس العريقة، كل السكان هنا هم من السكان الفلسطينيين المقدسيين. يحيط هذا الحي من الجهة الشرقية والغربية العديد عدد من المستوطنات، مستوطنة نبي يعقوب، مستوطنة بزداد زئاب، ومستوطنة رموت التي يسكنها عشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين. هنا يعني ربما من المهم أن نذكر بأن مدينة القدس تعيش صراع ديموغرافي ما بين الوجود المقدسي الفلسطيني فيها، وأيضا يعني محاولة الاستيطان أو مشاريع وسياسة الاستيطان الكبيرة التي يدفع أيضا لها ويخصص لها الكثير من الميزانيات وأموال طائلة من قبل الحكومة الإسرائيلية. تقريبا مقابل كل 10 فلسطينيين هناك 7 مستوطنين بحسب بعض الإحصائيات في السنين الأخيرة سلمى. نعم. أيضا يعني خلال العقد الأخير هناك إحصائيات تشير بأنه تم تهجير وسحب هويات أكثر من 14,000 مقدسي من مدينة القدس. هذه أيضا جزء من سياسة إفراغ القدس من أهلها المقدسيين ودفعهم للسكن إلى داخل جدار الفصل العنصري، الجدار العازل الذي يحيط مدينة القدس ويحاصرها كما يفعل أيضا بالضفة الغربية. نعم. ناصر، يعني بعد تقليص الحملة في الضفة، يمكن الحديث عن تقليص هذه الحملة مقارنة بالأيام السابقة، الحديث كان والمخاوف تتجه باتجاه غزة والتصعيد باتجاه جبهة غزة. هل يمكن الآن أن نقول نحن أمام مشهدين في الضفة في القدس المحتلة وأيضا في غزة؟ يعني هذا الاحتمالات معناها مفتوحة، الاحتمالات على كل الأوجه. نحن نتحدث باللغة العسكرية عن أسلحة عمياء. ما معنى أسلحة عمياء؟ المدفعية سلاح أعمى يسمى في علم الجيوش. وبالتالي إسرائيل قصفت بالأمس أول أمس غزة بالأسلحة العمياء، قصفت خان يونس بالمدفعية وقصفوا. هذا يعني أنه عدد هذه لا تستخدم في المناطق السكنية وتعتبر جرائم حرب. قصف غزة بالمدفعية يعني أنه هناك قرار عسكري، وبالتأكيد أنه قيادة جيش الاحتلال تعرف بأنه هذا ليس مسدس، هذه مدفعية. قصف غزة بالأسلحة العمياء يعني أنهم معنيون بسقوط أكبر عدد ممكن من المدنيين مهما كان حذر الضابط الذي ينفذ الأمر. وفعلا فقط شهداء، نحن نتحدث عن 13 شهيد قتلتهم إسرائيل وهي تبحث عن المستوطنين، في حين تؤكد التسجيلات التي تنشر الآن على يد أحرنة وباقي المواقع الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية ونتنياهو كان يعرف في نفس الليلة بأنهم قتلوا، وأصوات الرصاص في الشريط الذي يبث. إذا الآن غزة بعد 12 ساعة من اجتماع الكابينيت سلمى اليوم، وأيضا بالأمس كان اجتماع حوالي 6 ساعات للكابينيت، لم تعلن القرارات. حين سألنا بطريقتنا ومن خلال المصادر عدة ما الذي جرى في الكابينيت، الذي فهمناه أن الكابينيت اختلف على الدم الفلسطيني، بمعنى هناك من يريد أن الهجوم على غزة وإعادة احتلالها، وهناك من يريد اجتثاث، هكذا هو المصطلح الإسرائيلي، حماس في الضفة الغربية والإبقاء على حكم حماس في غزة. إذا هم مختلفون على الطريقة لكن متفقون على المبدأ. الآن غزة فاتورة قديمة، عملية العدوان عليها مستمرة من جهة،
العدوان سيستمر عليها من جهة أخرى، هذا ما تؤكده المصادر الإسرائيلية، لكن كيف سيستمر؟ هل بالاغتيالات والمقاومة لن تسكت؟ وقلنا في السابق المقاومة لها مخلب ونبوة وتستطيع أن تدمي وجه إسرائيل الآن، وسمعنا تصريحات قيادة المقاومة وتحذيرهم لنتنياهو وقولهم نحن غير معنيون بالتصعيد المفتوح، لكن إذا جاءت ساعة الحرب ودقت طبولها فهذا شيء مختلف تماما. الآن نعم غزة جبهة ساخنة مفتوحة تقف على جدول العدوان الإسرائيلي. الضفة الغربية هناك تنازع كبير جدا بين قادة الجيش وبين السياسيين. السياسيون في إسرائيل وعلى رأسهم الوزراء المتطرفون نفتالي بنت وغيرهم يدعون إلى ضم الضفة الغربية أو ضم مستوطنات كبيرة إعلان ضمها لإسرائيل، وهناك من يقول لا نبقي على السلطة لفترة أخرى تقوم بمهماتها المحدودة المسيطرة عليها إلى حين يتغير الظرف. ما يخيفهم شيء واحد، هذا ما لاحظنا، ما يخيفهم فقط رد الفعل العالمي ورد فعل الأمم المتحدة. فعلا هم يخشون من غضب عالمي دولي وخصوصا أوروبي وغربي ليس عربي، وأريد أن أشدد هم لا يحسبون حساب للعرب، هم يخشون أن أوروبا والغرب الإدارة الأمريكية أيضا تنقلب عليهم ويكونوا في موقع جنوب أفريقيا أيام حكم دي كليرك. لذلك مستمرة منذ يومين تقريبا 48 ساعة المباحثات في الكابينيت كيف سيكون العدوان، هل كان اختطاف الطفل محمد حسين أبو خضير يوقف كل هذه المؤامرة؟ ممكن، نعم ممكن. ما تشهد إسرائيل والمخابرات الإسرائيلية الآن، ما نشاهده على شاشة الميادين، هذا رسالة ليس فقط للمشاهدين بل لكل السياسيين الذين يعرفون ويلمون القضية الفلسطينية. الشعب الأرض المحتلة لا يمكن تسييره، لا بل ليس قطيع، يعني بالإشارة والرسالة والأمر والنهي والزجر يسير، لا. شعب الأرض المحتلة 107 علمته أجيال وراء أجيال أن يعرف متى وكيف ينتفض. هذه رسالة. الآن يراقب الإسرائيليون ما الذي يحدث في شعفات، ويعرفون أن شعفات تبعد عن رام الله دقيقتين بالسيارة، وبالتالي قد تنقلب الأمور كلها. أنا لا أستبعد أن الكابينيت وأيضا القيادة الفلسطينية الآن تشاهد ما الذي يحدث في شعفات، وأنام الأطفال فلسطين تدغدغهم باتجاه أن يحملوا الحجارة مرة أخرى. اليوم كل الجداول وكل الأجندات مفتوحة إلى أن ننتظر ونسمع أي إعلان عن قرارات الكابينيت. سلمى، سنعود إلى آخر التطورات الفلسطينية والزميلة هناء محاميد. هناء، عدنا من العراق إلى فلسطين المحتلة، ما الجديد الآن وهل ما زالت المواجهات مستمرة؟ نعم سلمى، المواجهات لا تزال مستمرة، ربما أقل حدة من ذي قبل ولكنها لا تزال قائمة ومستمرة. سلمى، طبعا يعني الحدث الجلل الذي حدث هنا في منطقة شعفات واختطاف الفتى الفلسطيني دفع بالعديد من الشخصيات السياسية الفلسطينية لا سيما من أعضاء الكنيسة الفلسطينيين من داخل أراضي 48 إلى التوافد هنا إلى هذه المنطقة من أجل يعني متابعة الأحداث ومن أجل الإطمئنان على العائلة. معنا الآن أيضا وفد من القائمة العربية الموحدة، الدكتور أحمد الطيبي عن الحزب العربية للتغيير. كيف تقرؤون هذا المشهد هنا اليوم في شعفات وفي القدس المحتلة؟ أنا أخي مسعود غنايم وأخي طلب أبو عرار النواب معنا هنا لنرفع صوتنا، صوت أهل شعفات، صوت كل أبناء شعبنا، أننا لسنا متفاجئين من هذه الجريمة، بمعنى أن العنوان كان مكتوبا، ومسؤولية التحريض على الفلسطينيين وعلى دم الفلسطينيين تقع على عاتق بنيامين نتنياهو نفسه شخصيا، نفتالي بنت ووزرائه الذين أمعنوا في الأيام الأخيرة بالتحريض على الشعب الفلسطيني بأكمله، ولم يعتبروا أن دم الفلسطينيين مسامي لدم سائر الضحايا والبشر. منذ 13 عاما في كل 3 أيام يسقط طفل فلسطيني شهيد، خلال الأسبوعين الأخيرين سقط 7 شهداء في عملية البحث عن المخطوفين الإسرائيليين. نحن هنا لنقول بأعلى صوت باسم القائمة الموحدة العربية للتغيير ولكن باسم كل شعبنا كله، بالنسبة لأم الشهيد محمد أبو خضير دمه أهم من إسرائيل كلها وأهم من كل هذه التطورات التي تريد أن تقول للعالم أن دم المخطوفين الثلاثة المستوطنين أهم من كل الشعب الفلسطيني.
هذا كلام عنصري، هذا كلام مرفوض. ننتظر ردا من رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما على دم محمد أبو خضير، وأنا أعرف والده أبو الرائد بشكل شخصي، وكيفية وسهولة قتل الفلسطينيين بواسطة الإسرائيليين، لأنه يعتقد بنيامين نتنياهو أنه يستطيع أن يحاصر الخليل، أن يقتحم البيوت، أن يقتحم الأعراض والمكاتب ويقتل ويعتقل إداريا. أين هم المعتقلين الإداريين اليهود؟ أين هي البيوت المستوطنين التي تم اقتحامها في أعقاب اختطاف محمد أبو خضير؟ إذن هناك تمييز فاضح واضح يريد أن يقول للعالم إنه دمنا أفضل من دم الفلسطينيين. جئنا لنؤكد على أن قيمنا الإنسانية لا تنفصل. نحن نرفض المساس في المدنيين في كل مكان أيا كانوا من أي شعب، ولكن لا يمكن أن نسكت، ولذلك نحن هنا أخي مسعود وأخي طلب عرار مع أهالي شعفات، مع هؤلاء الغاضبين جدا على هذه الجريمة المتوقعة. هذه السيارة كانت هنا قبل يومين في محاولة لخطف آخر، لذلك شرطة القدس المسؤولة أمنيا عن هذه المنطقة، عن القدس المحتلة، تتحمل المسؤولية عن دم محمد أبو خضير. وكنا حذرنا، كل هاي الناس اللي هون حذرت، وأهالي شعفات تحديدا حذروا من عمليات اختطاف. أنا أطالب بنفس الإجراءات التي اتخذت ضد الفلسطينيين أن تتخذ ضد المستوطنين، وهم الآفة والسرطان الذي بسببه تتدهور هذه المنطقة. شكرا لك. دعني أنتقل إلى النائب مسعود غنايم لو سمحت. يعني أولا، هل تعتقدون بأن يعني حملة التحريض العنصري ضد الفلسطينيين يمكن لها أن تتوقف في ظل هذه الأجواء التصعيدية أيضا من قبل الحكومة الإسرائيلية على المستوى السياسي والعسكري؟ للأسف الشديد الحملة المسعورة الدموية ضد العرب الفلسطينيين ما زالت مستمرة، وحتى الآن نشهد هذا التحريض سواء كان في وسائل الإعلام أم في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الصحف أو غيره. النتيجة هذه كانت للأسف الشديد متوقعة. الكلاب المسعورة للمستوطنين كانوا ينتظروا الفرصة من أجل الانتقام من العرب ومن أجل استباحة دمهم. لذلك المسؤول الأول هو حكومة إسرائيل ووزرائه الذين دعوا للانتقام. لذلك نحن ننتظر من العالم بالتالي أن يطالب حكومة إسرائيل بأن تتعامل على الأقل بندية، ولو أن دماء محمد أبو خضير، دماء شهدائنا تساوي كل إسرائيل بالتالي. لذلك عندما تقوم حكومة إسرائيل بهدم بيوت لمتهمين بأنهم قتلوا مستوطنين، عليها أن تهدم بيوت هؤلاء المستوطنين حتى تقنع العالم بالفعل أنها قد يكون لديها بعض المساواة أو بعض الإنسانية. نحن لا ننتظر ذلك منهم، ولكن ننتظر من شعبنا وقفة رجل واحد، وقفة موحدة متناسيا متعايليا على خلافاته من أجل صد هذه الهجمة الاستيطانية الدموية. ما هي الخطوات السياسية التي يمكن للجانب الفلسطيني متمثلا بالقيادة الفلسطينية بالسلطة الوطنية الفلسطينية أن يقوم بها من أجل يعني صد هذه الحملة المسعورة ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان؟ أولا التوجه للأمم المتحدة ولكل المؤسسات الدولية من أجل إدانة إسرائيل، من أجل مطالبتها بالتالي بدفع الثمن ومعاقبتها على ليس فقط قتل محمد أبو خضير، قتل الأطفال الفلسطينيين. يعني العملية التي قامت بها إسرائيل حوالي 8 أو 9 شهداء وكلهم من الأطفال وكلهم من الأولاد. على السلطة الفلسطينية اليوم أن تطالب الأمم المتحدة كل الهيئات الدولية أن تعاقب إسرائيل على هذه الجرائم، وهذا أقل ما هو واجب. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا للنواب من القائمة العربية الموحدة، النواب الفلسطينيون في الكنيست. إذا هي يعني واضح. الله أكبر ولله الحمد. نعم هنا. الله أكبر ولله الحمد. حالة غضب كبيرة يعيشها المقدسيون. هنا نستطيع الاستماع إلى التكبيرات التي يطلقها المقدسيون من أهالي حي شعفاط سلمى. أيضا صباح اليوم كانت هناك زيارة لوفد آخر من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أيضا لأعضاء الحزب في الكنيست لعائلة الفتى محمد أبو خضير. هناك عدة شخصيات سياسية تتوافد وستتوافد كما نرى إلى هذه المنطقة. هذا أيضا يؤشر إلى خطورة الوضع، إلى حساسية الوضع، وأيضا يعني هناك غضب عارم يجتاح. نعم. الشارع الفلسطيني، الشارع المقدسي بشكل عام. نعم هنا ابقي معي، سأعود إلى ناصر اللحام. ناصر، يعني
المصالحة التي كان كل الشعب الفلسطيني يعول عليها بأنها ستحدث تغييرا ما على الأقل في هذا القطاع الذي معروف الوضع فيه الأمني والاقتصادي والمعيشي وكل هذا الوضع القائم في غزة. طيب إلى أي درجة لهذه الاتهامات؟ يعني الكل يحمل المسؤولية للآخر أن ينعكس بشكل سلبي بشكل مباشر أو غير مباشر على هذه الحكومة، ما مصيرها بشكل بمعنى أو بآخر؟ الواقعية أو النظر إلى الواقع كثيرا سيمنع الحلم، بل يقتل الحلم. الواقع معقد، تنوء أي قيادة تحته من دون استشراف ومن دون رؤية. من الصعب جدا الحديث عن تربيع الدائرة. لذلك بعيدا عن التصريحات التي سمعناها من الناطقين الإعلاميين، لغاية الآن أصحاب القرار مشعل وهنية من حماس، عباس ومنظمة التحرير من جهة أخرى، لم يقولوا شيئا سيئا ضد المصالحة وقمت التوافق، بالعكس أكدوا على التزامهم بها، وهذا على الأقل يطمئن بال المواطن الفلسطيني. من ناحية نظرية وعملية، هل يمكن إنجاح حكومة التوافق الوطني؟ الإجابة نعم بالتأكيد، وخصوصا في ظل العمل مع قاعدة شعبية رحبة احتضنت المصالحة ودافعت عنها، بل هناك تظاهرات خرجت في غزة وفي رام الله تطالب بالوحدة الوطنية وتطالب بحكومة التوافق الوطني. لكن الاتهامات ناصر من قبل الحركة للسلطة يعني أتت من طرق أخرى، ليس بالطريق المباشر، وإنما على سبيل المثال الحصر قضية الموظفين وعدم دفع الرواتب. كل هذا يمكن حله. سمعنا منذ الصباح ناطق باللسان الحكومة الدكتور إيهاب بسيسو تحدث عن تفضيل 70,000 وظف في السلطة بدل 40,000 وظفتهم حماس. سنبقى في الدائرة، لكن السؤال هل يمكن حل هذه القضية؟ نعم بالتأكيد، هناك فترة انتقالية وهناك انتخابات قادمة. بمعنى آخر، الذي جعل الأمور تتعقد عند هذا الموضوع عند الصراف الآلي للبنوك هو عدم وجود تحرك في الاتجاهات الأخرى والقنوات الأخرى. يعني لو تحركت اللجان الأخرى لصغرت هذه القضية، لكن وجودها فقط على الساحة وعلى طاولة البحث أدى إلى الكثير من الموضوع. بدي الآن القول بأنه الاهتمام الأبرز هو هذا العدوان الكبير الذي تتعرض له المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة. قبل قليل جاءني بيان من أحمد عساف الناطق باللسان حركة فتح يحمل المجتمع الدولي مسؤولية اختبار أخلاقي لردة فعل إسرائيل، ويقول بأن هذا العالم الذي انتفض حينما اختفى المستوطنون عليه أن ينتصر للحق الفلسطيني المدعوم من القانون الدولي. هذا يشير بأن القيادة لا تزال تبحث في مسألة التوجه للمؤسسات الدولية، وربما تصح الأخبار بأن الرئيس أبو مازن أجرى اتصالات عديدة لدول العالم من أجل منع الانتقام والعدوان. وأيضا قرأنا في بأنه الأستاذ خالد مشعل رئيس حركة حماس اتصل بتركيا وطلب تدخل من أجل منع هجوم على قطاع غزة. الآن الأمور في الشارع تسبق التصريحات السياسية. يعني أهالي شعفاط الذين نشاهدهم على الشاشة سبقوا القيادات السياسية واتخذوا قرار، حسموا أمرهم بأنه هناك عدو واحد، هناك خطر حقيقي على موت الأطفال، كل واحد يخرج ليدافع عن ابنه وعن وجوده وعن قريته وبلدته. وبالتالي اللجان الشعبية موجودة، اللجان الشعبية موجودة في بلدة قصرة مثلا، لكن الإعلام العربي لا يعرف عنها. بلدة قصرة تعرضت مثلا للاعتداءات وحرق المنازل، وتعرضت لسرقة الحمير والدواب. كان ردة فعل هذه اللجنة أنهم أسروا 17 مستوطن، ضربوهم ضربا مبرحا أمام كل الكاميرات قبل 4 أشهر، ثم جاء الارتباط العسكري وتسلمهم وشكلوا لجان شعبية تتناوب. قرى نابلس كانت السباقة، معظم قرى نابلس تصمد في وجه المستوطنات الخطيرة بفعل أنهم شكلوا لجان شعبية 24 ساعة في اليوم تحمي المتسللين والمتطرفين المستوطنين وتردعهم وتسجرهم إذا ما اقتربوا من الأراضي أو المزروعات، ونجحت الخطة إلى حد ما. صحيح أنها تم التعامل معها إعلاميا كفانتازيا أو خبر في المجازين، لكن كانت مسألة وجود بالنسبة لهؤلاء الفلاحين الذين هم بعيدون عن محطات الشرطة ومحطات سيارات الإسعاف وأضواء الإعلام في العواصم السياسية. هم تدبروا أمرهم. أنا
أعتقد أنه كثير من المناطق الفلسطينية تجد أن هذه الوسيلة الوحيدة للدفاع عن نفسها. عودة إلى الموقف السياسي، الكابينيت الإسرائيلي لم نعرف قراراته بعد. حكومة نتنياهو صرح نتنياهو بأنه سيحقق في الأمر. لاحظوا بعد دقائق، يعني في 24 ساعة على اختفاء المستوطنين كان هناك 4 كابينيت اجتماع خاص في الموضوع، وحمى العباس وحماس والشعب الفلسطيني والعرب كلهم مسؤولية التحريض وقتل المستوطنين. الآن جريمة واضحة، هو يفكر بأنه سيكون هناك لجنة تحقيق، وهذا يستفز الفلسطينيين أكثر. نزول هؤلاء الشبان إلى الشارع هو قرار. ما تفعله القيادات لغاية الآن هو تفكير. وفي النهاية نعود إلى مبدأ السيف وأصدق إن بأن الكتبي، أي أن من في الشارع هو من سيقرر وهو يعيدنا إلى. طيب ناصر، حين نتحدث عن لجان حين نتحدث عن لجان شعبية ودعوة الجبهة الشعبية الآن إلى تشكيل لجان شعبية، وتحدثت عن قسرة ونابلس، طيب هذه اللجان الشعبية بيد من ستكون؟ يعني الشارع الفلسطيني بيد من يمون عليه؟ هذا السؤال تجاوزته الجماهير على أرض الواقع، تجاوزته في عملية صراع البقاء سلمى. بمعنى آخر أنه لا أحد يسأل في ساحة الوغى أو مواجهة المستوطنين من يكون في المواجهة أول، فتح أو حماس، حقيقة وبدون خجل وتردد كصحفيين ننقل الواقع. هذه تحتاج إلى إرادة وإلى بطولة وإلى عمل شاق، لذلك لا يتصارع. ربما يتصارع السياسيون على الميكروفونات، ولا أقصد الإهانة أبدا، هم محترفون سياسيون، لكن ربما السياسيون في كل العالم يتناقشوا أمام الكاميرات، لكن في الساحة هناك توزيع ميداني. يعني نتحدث عن بلدة قصرة، ونتحدث عن بيتا، ونتحدث عن سلفيت وكل منطقة سلفيت، ونتحدث عن بعض مناطق جنوب نابلس شمال جنين. هذه المناطق تواجه الاستيطان عن طريق توزيع الأدوار. بمعنى آخر أنه كل عائلة فلسطينية وكل شبان فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة، ويجب أن نقول المبادرة الشعبية، الدكتور مصطفى البرغوثي، شباب المبادرة موجودون في كل القرى، وهو من المواظبين جدا الدكتور مصطفى البرغوثي على زيارتهم وعلى التفاعل معهم، وربما حتى مل الصحفيون أحيانا كثرة حديثه عنهم، لكن هو كان يعرف بأنه هؤلاء الشبان على التلال وفي الجبال في الليل في الليلة الظلماء في وحشة الأرياف، كانوا هم الوحيدون الذين يمنعوا مذابح المستوطنين. وأقول مذابح، سأتحدث عن أسماء. نتحدث عن مستوطن اسمه بن كبير في الخليل، أخذ شهادة محاماة، عمل في الكنيسة مع أوري أرييل ومع أري إلداد وغيره من المتطرفين. هذا يخرج على التلفزيون سلمى ويدعو إلى ذبح العرب وتفجير الكنائس والمساجد علنا جهارا نهارا. لولا هذه اللجان الشعبية التي تحمي في الأحياء الخليل، في سوق العتمة وفي الحارة وفي الحسبة في الخليل، لولا اللجان الشعبية في قرى نابلس ورام الله لكان هناك مذابح. أي أنه ليس صدفة أنه لم يذبح أطفال عرب ولم تفجر مدارس، بل إن هناك الآن مثلا أغلق المسجد الأقصى. هذا في خبر السلطات الاحتلال أعلنت إغلاق المسجد الأقصى، وأنا أقول كصحفي لولا طلاب مفاصل العلم ولولا حراس المسجد الأقصى لكان المتطرف اليهود فجروا بالديناميت المسجد الأقصى من سنوات طويلة. إذا نحن نتحدث عن فعل شعبي لم يأخذ حقه في الأضواء السينمائية، ربما هذا خيرا يعني، لكن هو على الأرض من يثبت صمود مناطق جيم أو 62% من الضفة الغربية. طيب ناصر، بالأمس كان معنا القيادي مشير المصري في حركة حماس، تحدث عن أنه السيد خالد مشعل قام باتصالات لدول عربية وإسلامية، وأنت أيضا منذ قليل ذكرت هذا الأمر. طيب أمام هذا الوضع العربي المأزوم، هل من تحركات عربية دولية لتهدئة الوضع سواء على الجبهة الغزاوية أو حتى في الضفة؟ إجابة مباشرة شعبيا، يعني لا أريد أن أقول يائسوا، لكن وضعوا برامجهم الداخلية بعيدا عن جامعة الدول العربية. السيد الأستاذ مشير المصري رئيس لجنة الخارجية في كتلة حماس في البرلمان، وهو يعرف تماما وزار عدة دول ورأى كيف يتم التعامل مع الأمر. بمعنى آخر أنه الوعود برفع الحصار عن غزة، عمليا هي محاصرة قطاع غزة منذ 2003، الوعود تملأ بناية. لو جمعنا الوعود والورق
لملأ بنايات ومكتبات كاملة، لكن على الأرض لم يرفع الحصار. لذلك الاستراتيجية الشعبوية الموجودة في الشارع هو أن تبني استراتيجية المقاومة والصمود في الأرض المحتلة بعيدا عن وعودات الرسميين العرب، وهذا ربما أفضل حاليا، ربما أفضل لأنه ينزع الوهم ويخفف من الظنون. بكل حال من الأحوال كل هذا الانفعال والهجوم الإسرائيلي إنما على خلفية سيكولوجية واحدة. أنا قرأت إحدى المقالات لكتاب مهمين في الحركة الصهيونية يقولوا إن المرحلة القادمة علينا أن نعمل على تدريب عقل المواطن الفلسطيني لكي يقبل المستوطن جارا له. نعم. ليس خصما. ناصر. نعم سلمى، آخر التطورات لديك، هل من جديد على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني على الأرض؟ تفضل. نعم، آخر التطورات، قوات الاحتلال أغلقت الحرم القدسي والمسجد الأقصى في وجه المصلين بدعوى أنهم يريدون منع المواجهات على فرضية أن المستوطنين لهم هناك شيء يعني، وهذا حرمان للمصلين من دخول المسجد الأقصى في اليوم الرابع من رمضان. القضية الثانية، يبدو بأنه شرطة الاحتلال تقهقرت أمام المتظاهرين في شعفاط. هناك حديث عن قيام المتظاهرين الغاضبين بتحطيم الترام أو القطار الخفيف الذي يمر من هناك في طريقة احتجاج عنيفة ضد شرطة الاحتلال. طبعا الإصابات غير لا يتم إحصائها بشكل كامل، لكن فهمنا أنه مصورة إسرائيلية أيضا أصيبت بالرصاص، ما يدل على عشوائية إطلاق النار من جانب قوات الاحتلال، رصاص المطاطي والغاز ضد المتظاهرين. الغضب يتزايد، سكان الفلسطينيون والقيادة الفلسطينية تتابع كل الأخبار أولا بأول. يضاف إلى ذلك بأنه هناك بدأت ردود الفعل السياسية، عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية ماجد المصري وزير الشؤون السابقة طلبت القيادة بسرعة التوجه إلى مجلس الأمن، وتساءلت ما الذي يمنع القيادة أن تذهب إلى جميع لجان مجلس الأمن والأمم المتحدة للمشاركة فيها. لكن من معرفتنا بكيفية سلوك الرئيس الفلسطيني، طريقة عمله بعد مراقبة طريقة عمله لسنوات، واضح تماما أنه أبو مازن لا يرمي أوراقه مرة واحدة على الطاولة هكذا، يعني هو يحب أن يقسم الأمور، بدأ بعدة منظمات ثم يهدد بمنظمات أخرى ثم يهدد بمنظمات أخرى، يستخدمها كسلاح يمكن أن يستخدمه لاحقا. كيف ستدفع التطورات الأخيرة القيادة الفلسطينية التي هي في اجتماع دائم نحو الأمر؟ لا أحد يعرف. السؤال الأساسي والمركزي الآن سلمى، هل هذه الأحداث الآن منحصرة في غضب شعفاط؟ هل شعفاط هي مكان الألم والوجع الفلسطيني، أم أنها ستتحول إلى جباليا انتفاضة الحجارة حينما كان حادث سير من جانب المستوطنين في جباليا وأدى إلى انفجار انتفاضة 87؟ لا أحد يعرف إذا كانت الأمور تمتد أو يتم السيطرة عليها. التفاعل في أوجه، الأمور لا يجاب عليها في دقائق ولا في ساعات ولا في أيام، تراكمية كبيرة معقدة في مصفوفة من الحماية الذاتية التي يبحث عنها الفلسطينيون. بمعنى آخر سلمى، ونتحدث مع مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، سواء كنا حين كنا بالخليل أو قرى نابلس وجنين أو معظم المناطق، شهود عيان أكدوا لي بأن هناك مستوطنين فتشوا من قبل في الأيام الماضية طريق الخليل دورة، مستوطنون فتشوا السيارات وهم وليس الجيش أو الشرطة، فتشوا طريق سيارات عربية على طريق رام الله نابلس. هذه طريقة الحماية الشعبية، هل تتحول إلى خطة عمل فلسطينية ذاتية؟ وهي ستنجح، فعلا ستنجح، مجربة من قبل يعني. نتحدث عن قرى مثلا مثل بيت فجار القريبة من عطسيون، مكان اختطاف وقتل المستوطنين، هذه قرية تابعة لبيت لحم، لكن لا يمكن للشرطة الفلسطينية أن تصلها أبدا. من يحميها؟ أكيد يعني أهلها يحموها. الآن المشهد كر وفر أمام بين المتظاهرين وبين زميلة، أنا أقدر على تقييم الموقف، لكن نحن نتابع في رام الله وبيت لحم والخليل وباقي المناطق متابعة حثيثة.
شبكة التواصل الاجتماعي يوم غضب ويوم حزن عند الفلسطينيين. الشرطة الإسرائيلية وهي التي تتحكم بمعهد التشريح الجنائي في أبو كبير هي التي ستقرر إذا كان هذا الطفل أو الجثة المحروقة في منطقة دير ياسين هي تابعة للطفل الفلسطيني أو غيره أو نفسه. وبالتالي بانتظار الإجراءات الرسمية والإعلان الرسمي وهو ما تقوم إسرائيل بتأخيره عن عمد لا يزال الغضب هو سيد الموقف في شعفاط وفي غيرها من المناطق. نعم ناصر، نتابع الآن بهذه الصور منذ قليل، هذه الصور التي كانت حيث نشاهد كيفية المواجهات، هي كما ذكرت الزميلة هناء هي بين كر وفر بين الشبان الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي. بالعودة إلى الوضع العربي المأزوم الذي كنا نتحدث عنه قبل أن ننتقل إلى العراق وإياك ناصر اللحام، الاتصال السيد خالد مشعل بتركيا، هل تركيا قادرة اليوم على ضبط الوضع؟ أنه الوضع العربي مأزوم معروف، كل دولة عربية يعني مشغولة بمشاكلها وبمشاكل معروفة ما هي. نتحدث بصراحة بعيد عن الشعارات، ما نعرفه نحن على العلاقة التركية الإسرائيلية. كنا في فترة سابقة أرسلنا خبر بأنه القدس التركية يعني من كثرة الأتراك، وأنا أتحدث عن ليس مئات، آلاف الأتراك كانوا في القدس قبل شهرين في أسواق القدس في حي شعفاط في كل المناطق يأتون وفود. نعم. علاقة بين إسرائيل وبين تركيا علاقة سياحية. إضافة إلى الجانب الذي نراه في الجانب السياسي والتصريحات من أردوغان وسفينة مرمرة وغيره، هناك علاقة فيما يتعلق بإسرائيل علاقة سياحية. الشركات الإسرائيلية تقدم للإسرائيليين مبيت خمسة أيام، مبيت أربعة ليالي خمسة أيام مع تذكرة الطيران ذهابا وإيابا مع الوجبات $280. بمعنى آخر أنه الإسرائيلي، وهذا أنا آسف لذكره لكن هذا في صلب الموضوع، الإسرائيلي اليهودي يخرج من تل أبيب إلى أنطاليا أو أزمير خمس أيام أربعة ليالي مع وجبات الطعام ب $280. لذلك العلاقة السياحية حين نتحدث عن خمس طائرات يوميا تخرج من إسرائيل إلى تركيا. نحن نتحدث عن علاقة سياحية. الآن في هذا الإطار لا أعرف مدى تدخل أو قدرة تدخل أو رغبة تدخل تركيا في الأمر، لكن سبق وطلبت من القيادة الفلسطينية التدخل في مسألة الأرض باعتبارها دولة إسلامية. ناصر وصلت الفكرة، اسمح لي معك. نعم اسمح لي سأعود إليك، لكن معنا مداخلة من الشيخ تيسير التميمي الأمين العام للهيئة الإسلامية العليا لمتابعة شؤون القدس. أهلا بك سماحة الشيخ، كيف تقرؤون وتتابعون ما يجري الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إسرائيل تشن حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني، المستوطنون هم جماعات إرهابية يرتكبون أبشع الجرائم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني منذ زمن بعيد. الجريمة التي حصلت اليوم في شعفاط، قتل الشاب أو الطفل محمد حسين أبو خضير، تعتبر عنوان لهذا الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. قتلوه بدم بارد وهو في طريقه إلى المسجد لصلاة الفجر، اختطفوه وقتلوه ثم حرقوه. هذه جريمة بشعة من أبشع الجرائم التي ارتكبت على أيديهم. ناهيك عن اقتحام المساجد، المسجد الأقصى يوميا، حرق المساجد، تدمير البيوت، الاستيلاء عليها، خلع الأشجار، تجريف الأراضي الزراعية، وسرقة الأراضي وإقامة المستوطنات عليها. نعم حرب شاملة بدعم من حكومة نتنياهو وقوات الجيش، قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. قضية المختطفين من قبل هكذا، هذه القصة أعتقد أنها مفبركة، لأن لا يوجد هناك أي فصيل فلسطيني أعلن المسؤولية عن هذا الاختطاف. أنا أقول هذه من إخراج نتنياهو للخروج من مأزقه السياسي الذي يعاني ومن عزلته الدولية
ولتحقيق مآرب سياسية ضد الشعب الفلسطيني، محاولة لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية والاعتداء على الشعب الفلسطيني برمته وتصفية القضية الفلسطينية. نعم. قضية مفبركة 100%. نعم، إسرائيل ترتكب تحت في هذا السيناريو أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة الخليل بذلك، لأن الخليل يعني تتمركز فيها يعني الفصائل الفلسطينية المقاومة. نعم. المقاومة للاحتلال. نعم، يريدون إخضاع أهل الخليل. نحن نقول لن نخضع لهم بأي حال من الأحوال. أنا من مدينة الخليل، أهل الخليل أشداء، سيتصدون لكل ما يقومون به تقوم به حكومة إسرائيل، سماحة الشيخ، وأزرعها العسكرية، ومن المستوطنين كذلك سيتصدون لهم بشجاعة وبسالة. نعم، هناك بؤر استيطانية داخل مدينة الخليل تهدد أمن أبناء الخليل، تروع الآمنين. إسرائيل ما قامت به مؤخرا ضد أبناء الخليل من هدم بيوتهم واعتقال المئات من أبناء الخليل والضفة الغربية وقتل أبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، وقصف كثير من المواقع في الضفة في قطاع غزة بالطائرات الصهيونية. نعم، إسرائيل تشن حملة أو حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني لتحقيق أهداف سياسية. نعم. ولإعادة خلط الأوراق. طيب سماحة الشيخ، اسمح لي، هل أنت متخوف اليوم من فتح أو شن حرب واسعة جديدة أكثر من ما هي الآن؟ نعلم الجبهة الغزاوية مفتوحة وما يجري الآن في الضفة، هل هناك مخاوف من تصعيد أكثر؟ نعم، نحن أولا لا نخشى الاحتلال. نحن كل الشعب الفلسطيني مشاريع شهادة، يتوقع في أي لحظة قصف من طائراته أو قتل بالدم بارد أو اعتداء من مستوطنين أو ما شابه ذلك. ولكن المتوقع، نعم، هناك تصعيد من قبل حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة لخلط الأوراق من جديد، ومحاولة تقويض السلطة الفلسطينية أو إخضاع السلطة الفلسطينية بشكل كامل للهيمنة الصهيونية. نعم، التنسيق الأمني الذي رأينا في الأيام الماضية يؤشر إلى ذلك. طب برأيك اليوم التوجه إلى منظمات الأمم المتحدة، هل هذا يكفي أو هل هذا بالأصل يجدي نفعا؟ ومعروف ما هي الوحشية والعدوان الإسرائيلي على فلسطين المحتلة، على كل فلسطين وعلى كل العرب أصلا. منذ عام 48 ونحن يعني نعلق آمالا على المنظمات الدولية التي هي من صنيعة الحركة الصهيونية، هي تقف بجانب إسرائيل بشكل كامل. نعم، ونحن نذكر أن كل مشروع قرار يقدم إلى مجلس الأمن لإدارة أفعال إسرائيل، النقض الفيتو، حق النقض الفيتو الأمريكي يقف بالمرصاد لإفشال ذلك. نعم، نحن لا نعول على هذه المؤسسات لا من قريب ولا من بعيد. نعم، القيادة السياسية كذلك ليست مؤهلة لأن تلجأ إلى توقيع على اتفاقية روما الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية، لأنها لا تملك من أمرها. نعم. شيئا، لأن التنسيق الأمني، نعم، يمنع هذه السلطة من أن تقوم بمثل هذا الأمر الهام. نعم، نقول أن الشعب الفلسطيني الذي تعرض لكثير من العدوان الصهيوني هو على استعداد لأن يواجه ذلك. نعم. بصدوره العارية ومهما كلفت النتائج. أشكرك. نحن لا نعول لا على المؤسسات الدولية ولا على الاتصالات الدبلوماسية. أشكرك الشيخ تيسير التميمي الأمين العام للهيئة الإسلامية العليا لمتابعة شؤون القدس على هذه المداخلة. نعود إلى أرض الميدان والزميلة هناء محميد. هناء، يبدو أنه هذه الصور مباشرة الآن والمواجهات تجددت وهي أصلا لم تقف لكنها الآن في حدتها، أليس كذلك؟ نعم سلمى، المواجهات حادة جدا، هي تتصاعد طوال الوقت، يعني
الاحتلال، قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه المتظاهرين طوال الوقت، قنابل الصوت والرصاص المطاط وأيضا الرصاص الحي. بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني هناك أكثر من 40 إصابة مؤكدة حتى اليوم، حتى الساعة وصلت إلى طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني 37 إصابة، من بين هذه الإصابات هي إصابات بشظايا قنابل الغاز وأيضا بالرصاص المطاط، ولكن هناك ثلاث إصابات بالرصاص الحي. واحدة من هذه الإصابات تعتبر إصابة خطيرة في منطقة الرأس بالرصاص الحي. إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجنود الإسرائيليون يستعملون مختلف الوسائل من أجل قمع هؤلاء الشبان الغاضبين حيال كل السياسات الإسرائيلية، وأيضا الغاضبين على مصير الفتى المقدسي محمد أبو خضير. القوات الإسرائيلية تستعمل كما قلت الغاز المسيل للدموع، القنابل الصوتية التي تنفجر على شكل شظايا تصيب المتظاهرين، وأيضا بالرصاص المطاط وبالرصاص الحي. والد الفتى محمد أبو خضير موجود في محطة الشرطة المسكوبية التابعة للشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة منذ ساعات الفجر، أي منذ لحظة تقريبا أو ساعة اختطاف ولده من حيهم هنا بجانب الجامع المتاخم المقابل لبيتهم. يعني هو يخضع لعملية تحقيق طويلة منذ ساعات الفجر. أيضا قبل قليل استدعت والدة محمد أبو خضير أيضا للتحقيق معها في مركز الشرطة المسكوبية التابع للشرطة الإسرائيلية. كما فهمنا من أقارب للعائلة من مقربين أن الشرطة الإسرائيلية تحاول الضغط على والد الفتى محمد أبو خضير بأن يوقع على يعني تعهد ما أو على ورقة وثيقة ما تؤكد بأن هناك خلافات بين عائلة أبو خضير وبين عائلات مقدسية أخرى، كما يبدو من أجل يعني أن تنسج الرواية الإسرائيلية التي تحاول الشرطة، وأيضا يعني بعض التقارير الصحفية الإسرائيلية منذ الصباح إشاعتها بأن هناك يعني خلفية جنائية لاختفاء ولمقتل الفتى محمد أبو خضير. لكن شهود عيان هنا في حي شعفاط أكدوا منذ الصباح وكل الوقت بأنهم شاهدوا سيارة هوندا بيضاء بدون نمرة قامت باختطاف، يعني كان هناك فيها ثلاثة مستوطنين كما فهمنا، قاموا باختطاف الفتى محمد أبو خضير وإدخاله عنوة إلى السيارة عندما كان يقف مقابل الجامع هنا، جامع شعفاط القريب جدا الذي يبعد فقط أمتار قليلة عن منزله هنا في حي شعفاط. يعني لا ليس هناك بعد من أخبار مؤكدة حول مصير الجثة الآن، متى سيتم تحريرها. هناك عملية تحقيق مستمرة للعائلة الآن كما ذكرت، الوالد والوالدة أيضا يخضعون للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية. هذه سيارة إسعاف، يعني واضح أن هناك إصابة قد تكون بالرصاص المطاط وقد تكون أيضا بالرصاص الحي. الشبان الفلسطينيون لا يزالوا يقومون بإلقاء الحجارة، ملثمين طبعا من أجل إخفاء هويتهم، يلقون الحجارة باتجاه الجنود الإسرائيليين المتمترسين من الجانب الآخر من الشارع. نعم هناء، إذن الزميلة هناء محميد من أرض الميدان في حي الشعفاط تحدثت عن أكثر من 40 إصابة من الشبان الفلسطينيين، إصابات بالرصاص الحي أو حتى بالرصاص المطاطي. شاهدنا منذ قليل سيارات الإسعاف الهلال الأحمر تهرع إلى المكان. المواجهات الآن واضح أنها في حدتها، عاد الشبان وهي أصلا كانت بين كر وفر بين قوات الاحتلال وبين الشبان الفلسطينيين، عاد الشبان إلى تعزيز الحاجز كما كنا نشاهد منذ قليل هذا الحاجز مما تيسر لهم من لوحات إعلانية
أو من لوحات معدنية وليتقوا شر الاحتلال ورصاص الاحتلال. وواضح من خلال الصور أن هؤلاء لا يملكون سوى الحجارة بأيديهم ويواجهون قوات الاحتلال الإسرائيلي بصدور عارية. إذن كما ذكرت أيضا الزميلة هناء بأنه والد الطفل أبو خضير والشهيد أبو خضير ووالدته أيضا ما زالوا في التحقيق لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويحكى عن أنه ضغوط يتعرض لها الوالد من أجل التوقيع على أنه الخلفية هذا الحادث وخلفية استشهاد الطفل أبو خضير هي على خلفية جنائية وليس كما هي الحقيقة، كما قام القوات الاحتلال أو بعض من المستوطنين باختطاف أبو خضير وبتعذيبه طالما أنه الجثة عليها واضح التعذيب وحرقه أيضا. هنا أنت على الهواء تفضلي. نعم سلمى، معنا هنا رئيس هيئة المرابطين المقدسيين السيد يوسف مخيمر. يعني كيف يعني ما رأيكم بالوضع الميداني الآن هنا في حي شرفات؟ نعم أرى غضبا فلسطينيا مقدسيا، أرى الناس هنا قد ضاقوا ضرعا بهذا الاحتلال، يريدون أن يكون كلمة حق واحدة، لقد ضقنا ضرعا بهذا الاحتلال، لا نطيق أن نرى إسرائيليا مستوطنا واحدا في هذه البلدة في القدس كلها. آن الأوان أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. هؤلاء المستوطنون عاتوا فسادا في هذه البلدة خلال السنوات الأخيرة، كل يوم هناك حوادث من الاعتداء على البيوت، على الممتلكات، على السيارات بالليل، والشرطة الإسرائيلية لا تحرك ساكنا، يترك الناس وحدهم هنا. هنا في هذا الأمر أيضا الناس غاضبون لأن الشرطة الإسرائيلية تحاول أن تحرف الأمر وتبين وكأن الجريمة هي جريمة غير وطنية. أما حصل هو قام المستوطنون باختطاف هذا الشاب باكرا على صلاة الفجر، بالأمس أيضا حاولوا اختطاف فتى من عائلة يغمور، وقد صورت عدسات الكاميرات الخفية هذا الأمر، وهذا واضح جدا. ما يحدث هنا هو محاولة لسحق لإرادة الفلسطينيين، في مقابل ذلك يحاول الفلسطينيون أن يقول نحن هنا من القدس لا نريد هذا الاحتلال، ضقنا ضرعا به. شكرا لك أبو فارس رئيس هيئة المرابطين، شكرا جزيلا لك. إذا نتابع معك سلمى. نعم هنا هذه شهادة يعني مختصرة عن الاعتداءات التي يتعرض إليها الفلسطينيون هنا في مدينة القدس من قبل المستوطنين الإسرائيليين. طبعا المواجهات لا تزال مستمرة. بخصوص الاعتداءات سلمى، يعني المستوطنون الإسرائيليون ينتشرون في مختلف أنحاء مدينة القدس عدا المستوطنات والكتل الاستيطانية التي تحيط المدينة. هناك أيضا يعني بؤر استيطانية داخل الأحياء العربية الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، في حي الشيخ جراح مثلا على سبيل المثال هناك عدة بيوت قام المستوطنون الإسرائيليون بالاستيلاء عليها، طبعا بدعم من جمعيات استيطانية يعني تلقى دعما في داخل الحكومة الإسرائيلية.
هناك أيضا بؤر استيطانية داخل البلدة القديمة، أيضا في داخل البلدة القديمة المستوطنون بالعادة يعتدون على ممتلكات المواطنين المقدسيين على بيوتهم، يقومون بتكسير مثلا محال بيوت، شبابيك بيوتهم، الاعتداء على أطفالهم ومحاولة تخريب أحيائهم وحاراتهم، إضافة طبعا لزرع مئات كاميرات المراقبة الإسرائيلية في مختلف أنحاء المدينة. يعني الفلسطيني المقدسي يعيش تحت المراقبة 24 ساعة، هو تحت المراقبة، تحت عدس أعين المخابرات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلية من خلال عدسات الكاميرا، كاميرات المراقبة الإسرائيلية المنتشرة بكثافة كبيرة في كل أنحاء مدينة القدس، خصوصا في داخل البلدة القديمة وفي محيط البلدة القديمة. نعم هنا نشاهد إذن الآن هنا أيضا النيران، لعلها هذه الإطارات إطارات مشتعلة أو ما تيسر من لافتات جرى إحراقها ووضعها الآن على الطريق. وشاهدنا قبل قليل سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، تحدثت عن أكثر من 40 إصابة. طبعا الشباب هنا يعني هم يعني يناضلون او يتظاهرون بصدور عارية، يحتمون الان، يحاولون على الاقل الاحتماء باللوحات او اللافتات، لوحات اللافتات. المحال التجارية طبعا هنا في المنطقة على طولها مقفلة تماما منذ ساعات الصباح، طبعا هذا ايضا نتيجة الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال، تفرضه الشرطة الإسرائيلية على المنطقة، إغلاق كل الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة بحيث ما يمنع من دخول مواطنين حتى السكان المنطقة. يعني ليس بسهل أن يدخلوا إلى المنطقة، من خرج مثلا في الصباح ويود العودة إلى منزله لا يستطيع العودة في هذه الأثناء. نعم هناء، بحسب المعطيات أنت الآن يعني نعلم أنك على الأرض، بحسب المعطيات لديك هذا المشهد الآن مرشح لاستمراره لساعات؟ بالفعل سلمى، هذا المشهد مرشح للاستمرار لساعات على الأقل حتى يتضح، يعني تتضح تفاصيل قضية اختطاف الفتى الفلسطيني أبو خضير، محمد أبو خضير، وأيضا تفاصيل مقتله، عملية مقتله على يد المستوطنين. بالطبع يعني هناك حالة من الغضب الشعبي العارم موجود هنا في هذه المنطقة تحديدا، وأيضا في مختلف مدينة القدس، وهذا المشهد قد يتصاعد أكثر فأكثر، لا سيما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني لا تدخر من وسائل القمع والاضطهاد الآن هنا يعني في مواجهة هؤلاء الشباب الغاضبين سلمى. يعني طيب هنا هذا حي الشعفاط، تفاصيل أكثر. نعم هذه الصور من حي الشعفاط، ماذا عن الأحياء المجاورة الباقية؟ الأحياء المجاورة هادئة نسبيا، هناك طيران الطائرات المروحية يعني تحوم حول فوق مدينة القدس فوق مختلف المناطق، ولكن يعني المواجهات موجودة فقط في هذه المنطقة حاليا على الأقل، هي موجودة فقط هنا. يعني واضح بأنه كل الشباب أبناء المدينة وأيضا أبناء هذا الحي الذين أرادوا التعبير عن غضبهم أتوا إلى هنا، اهتموا بالوصول إلى هذه المنطقة أيضا ليكونوا بقرب بيت عائلة محمد أبو خضير، وأيضا ليواكبوا التطورات والأحداث، التطورات حول مصير جثة هذا الفتى الفلسطيني. حتى الآن نحن لا نعرف أي تفاصيل حولها، لا نعرف متى سيتم تحرير الجثة وتسليمها إلى العائلة من أجل يعني أن يصلى عليه، من أجل أن تكون يعني تقام جنازة له سلمى. نعم بطبيعة الحال بعد هذه الانتفاضة إن صح التعبير أو شبه الانتفاضة، من المتوقع أن يتم تشييع
الشهيد وسط غضب شعبي عارم وأيضا وسط يعني حضور سياسي على الأقل. هذا الحضور الذي عاد من جديد إلى الساحة الفلسطينية مع هذه الانتفاضة كما ذكرنا إن صح التعبير، أمام هذا الغضب الشعبي الواسع معروف عن الاحتلال الإسرائيلي، العدوان الإسرائيلي، وحشية هذا الاحتلال. حتى الآن الصورة غير واضحة إلى أين تتجه الأمور سواء في الضفة الغربية أو حتى في غزة. الكثر من سياسيين ومحللين سواء من الجانب الإسرائيلي أو حتى الجانب الفلسطيني يتحدثون عن أنه كل الاحتمالات مفتوحة وسقف التهديدات مرتفع جدا من خلال التصريحات للقادة السياسيين والأمنيين والعسكريين وخاصة من قبل قوات الاحتلال. في المقابل المقاومة تؤكد على جهوزيتها الدائمة في رد أي عدوان وتتوعد برد قوي وقاسي. سلمى، حتى يعني بخصوص تشييع الفتى محمد أبو خضير، يعني نحن نتوقع بأن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بكل ما لديها يعني من وسائل من أجل أن تمنع مشاركة المقدسيين في الجنازة والحد من حجم هذه الجنازة ومن الرمزية التي قد تتسم بها، الرمزية الشعبية، الرمزية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، الرافضة للاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أراضي هذه المدينة منذ عشرات السنين. هنا في حي شعفاط الذي ذكرنا بأنه محاط بعدة تكتلات استيطانية مثل حي رموت الاستيطاني غرب حي شعفاط وأيضا بزقات زئيب ونبي يعقوب غرب شرق حي شعفاط وأيضا راخص شعفاط، هذه تكتلات استيطانية تخنق المدينة وأيضا صدر لصالحها آلاف الدنومات التابعة لأهالي المنطقة هنا، بالتالي هم يعيشون أيضا في أزمة يعني سكنية خانقة، اكتظاظ سكاني رغم أن أراضيهم كانت متاحة أمامهم وهي ممتدة أمامهم ولكن تسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لصالح الاستيطان، العملية الاستيطانية. نعم هناء. الزميلة هناء وأيضا الزميل ناصر اللحام، هذه التغطية مستمرة مباشرة من حي الشعفاط في القدس المحتلة، وسنتابع هذه التغطية مع زميلة دينا زرقط. هناء، قبل هناء ما زلت معنا أنت على الهواء، قبل أن تنضم إلينا الزميلة دينا، هذه الكتل الاستيطانية التي متواجدة داخل الأحياء السكنية، كيف يمكن وصف الحالة الاجتماعية، هذه الحياة اليومية، هذا الاحتكاك اليومي بين الفلسطينيين والمستوطنين؟ الحياة اليومية هي حياة صعبة في ظل تهديد مستمر، تهديد على يعني سلامة وأمن الأطفال، النساء، الشيوخ، الرجال، العائلة، المحال التجارية، سلامة البيت كبيت يعني الفلسطيني في القدس المحتلة، لا سيما في هذه الأحياء التي تزرع داخلها البؤر الاستيطانية، يعيش في حالة خوف دائم وفي حالة تأهب دائمة جراء أي تصعيد قد يحصل. يعني المستوطنون الإسرائيليون يقومون مثلا في كل الأعياد العبرية خلال العام بمسيرات راقصة، مسيرات هي يعني تدمج ما بين التظاهر والصلاة بصوت عال، يتجولون في الأحياء العربية داخل المدينة المقدسة خصوصا داخل البلدة القديمة، يستفزون السكان المقدسيين بالكلام وأيضا أحيانا بالمضايقات الجسدية،
يعتدون على ممتلكاتهم. إذن هي حياة صعبة، حقيقة هي حياة صعبة، إضافة إلى أن الخطر الأكبر هو أن المقدسي هنا في مدينة القدس يبقى يعني متشككا حول مصيره، مصير بيته، يعني في كل لحظة قد تستولي عليه مجموعة من المستوطنين المتطرفين، وحتى المسارات القضائية التي قد يخوضها المقدسيون لا تفضي إلى أي نتيجة إيجابية لصالح المقدسيين، لأن حتى القضاء الإسرائيلي في معظم القضايا، يعني نقول أكثر من 90% من القضايا يعني وربما أكثر، هو مجند بالكامل لصالح السياسة الإسرائيلية، السياسة الأمنية أو ما يسمى بالأمنية، وهي السياسة العسكرية المتوحشة ضد الفلسطينيين، وأيضا مجندا لخدمة السياسة العامة الإسرائيلية. إذن الفلسطيني في ظل هذا الواقع المرير لا حول له ولا قوة غير إيمانه بحقه في هذه الأرض وإصراره على البقاء فيها. طبعا لطالما يشتكي المقدسيون أيضا من غياب دعم عربي ومن غياب دعم فلسطيني مثلا من المؤسسات السياسية الفلسطينية وعلى رأسها السلطة الوطنية الفلسطينية، لطالما يشتكي الفلسطينيون من أن هذا الدعم ينحصر في الكثير من الأحيان على الدعم المعنوي، يعني زيارة هنا زيارة هناك واجتماع هنا واجتماع هناك ليس أكثر، ولكن على المستوى العملي ليس هناك من أدوات تعطى للفلسطيني من أجل أن يثبت صموده في هذه الأرض، في بيته، في حيه وما إلى ذلك. نعم هناء، إذن نحن نتابع معك هذه التغطية مباشرة من حي شعفاط، حيث تدور مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على خلفية مقتل أو استشهاد شاب فلسطيني أو فتى فلسطيني بعد أن خطفه مستوطنون. إذن هذه المشاهد مباشرة من حي شعفاط والمواجهات مستمرة كما يتضح من خلال هذا المشهد. دينا، نذكر فقط بأن عملية الخطف هذه كانت هي العملية الناجحة بالنسبة للمستوطنين، لأنهم كانوا أمس الأول أمس قد حاولوا أيضا باختطاف طفل فلسطيني عمره لا يتعدى 9 سنوات، كان برفقة والدته أيضا بالقرب من هذا من هذه المنطقة في حي شعفاط، ولكن يعني صراخ السيدة والدة الطفل قد أنقذه من أيدي المستوطنين عندما يعني هرع إلى المكان عدد من الأشخاص الذين تواجدوا بالصدفة في المنطقة وخلصوا الطفل من أيدي المستوطنين. بحسب الصور التي رصدت من خلال الكاميرات المراقبة التي الموجودة أو التي كانت موجودة في المحال التجارية هنا، وقامت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم بمصادرتها من أجل يعني التحقيق بالأمر أو من أجل يعني التستر أو إخفاء بعض المعلومات، بحسب الصور في هذه الكاميرات فإن السيارة التي اختطفت الفتى الفلسطيني اليوم فجر هذا اليوم هي ذات السيارة التي كانت قد حاول المستوطنون اختطاف الطفل الفلسطيني قبل يومين وإدخاله إليها عنوة. إذن يعني يبدو الأمر مخططا مدبرا، لأنه هذه الخلية التي عملت على اختطاف محمد حسين أبو خضير واضح أنها خططت للأمر وأرادت يعني أن تخطف فلسطينيا بكل ثمن، وقد أعادت الكرة حتى نجحت بذلك مع الأسف. طيب هنا أنتقل الآن إلى ناصر لحام. ناصر، ما كانت تتحدث عنه هنا، هل أنا نفهم بأنه هناك يعني جماعات تخطط وتنفذ، هناك جماعات منظمة من قبل المستوطنين تخطط وتنفذ عمليات الخطف بحق فلسطينيين خصوصا أطفال فلسطينيين؟ لا لا لا، الموضوع أكبر من هذا، هناك تنظيم إرهابي يهودي، وهذا بشهادة رئيس جهاز الشباك المخابرات الإسرائيلية، بشهادة قادة صهاينة كبار مثل ليفني. هناك تنظيم إرهابي
من يتبنى أفكار كهانة المجحوم ماهر كهانة، ويدعو إلى قضيتين: تهجير العرب ترانسفير، ثانيا قتل العرب. ومن أجل ذلك يجب الذبح، يجب تفجير المساجد، يجب تفجير الكنائس. قدوتهم في ذلك يعلقون في منازلهم، لدينا صور مؤكدة، يعلقون في منازلهم صورة المجحوم الدكتور باروخ جولدشتاين الذي نفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي حين فتح النار على المصلين سجدا وركعا وقتل وجرح المئات منهم في مذبحة كبيرة في الخليل. هؤلاء لغاية الآن يعلقون صورة باروخ جولدشتاين على قمصانهم ويعتبرونه بطل، وفي مستوطنة كريات أربع في الخليل حولوا قبره إلى مزار، يذهب إلى هذا المزار أعضاء كنيسة مثل أريئلدات أوري أريئيل. يعني نحن نتحدث عن تنظيم إرهابي له ميزانية ضخمة، له أدوات قتالية مثل السي فور المتفجرات، الأسلحة الرشاشة. نعم. وأيضا هناك خلايا. نعم. تم ضبطها في القدس الجديدة، كانت تضع أبواب ناسفة ضخمة تحت حافلات مليئة بالركاب. يعني الإرهاب الحقيقي، نحن لا، هذه ليست مجموعة غاضبة انفلتت من عقالها، وإنما نعم. تنظيم إرهابي أخذ الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيسة. نعم. إلى هذا الموضوع دينا ناصر. نعم. ناصر، هذا الموضوع سنناقشه، لكن قبل الدخول في عناوين الظهيرة نعود بعدها إلى مناقشة هذا الموضوع بشكل مفصل أكثر.